¡Hurra! صاروخ الشيطان الذي وصفه الرئيس الروسي على أنه لا مثيل له، وهدد به العالم أجمع قبل التفكير في شن ضربة مضادة لموسكو. السلاح الجديد في يد مطرقة روسيا، صاروخا من طراز سارمات، السلاح الجديد ذو المدى البعيد جدا. فهل يلوح بوتين لبداية الحرب العالمية الثالثة؟ منذ الوهلة الأولى التي قررت فيها موسكو غزو أوكرانيا، انقلب عليها دول العالم أجمع. أكثر من دولة فرضت عليها العقوبات لكي تحجمها اقتصاديا، ووصل الأمر إلى انفصالها عن العالم أجمع. وفي الوقت الذي تساند فيه الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب أوكرانيا عبر إمدادها بالأسلحة وتهديدهم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرر الأخير أن يطلق مدافعه في وجوههم، ضاربا بكل تهديداتهم عرض الحائط من خلال إعلان الجيش الروسي أنه أجرى أول تجربة ناجحة على صاروخ باليستي ثقيل عابر للقارات من طراز سارمات، الذي أطلق عليه اسم الشيطان، وهو سلاح من أسلحة الجيل الجديد، تحديدا الجيل الخامس. ويعد هذا السلاح سلاحا من أسلحة المدى البعيد جدا. والأخطر هو أن الصاروخ الروسي الجديد قادرا على التفوق على جميع الأنظمة الحديثة المضادة للطائرات. ومن المنتظر أن يتفوق صاروخ سارمات أو الشيطان الذي يزيد وزنه عن 200 طن على صاروخ فويفودا الذي يبلغ مداه 11000 كيلومتر، حيث أن صاروخ سارمات يعد الأقوى من نوعه في العالم، وهو السلاح الذي لا يوجد مثيلا له في العالم. والمفاجأة هي أن الأمريكيين هم من أطلقوا عليه اسم الشيطان. ويتميز هذا الصاروخ إلى جانب قوته الفائقة ومداه البعيد جدا بقدرته على حمل رؤوس نووية أو مركبات مدمرة، بالإضافة إلى الرؤوس المتفجرة التقليدية. كما يندرج هذا السلاح في إطار سلسلة صواريخ أخرى قد قدمها فلاديمير بوتين في عام 2018 على أنها أسلحة غير مرئية، وتشمل هذه الصواريخ كينجال وأفنغارد الفرط صوتية. وقد استخدم الكريملين صواريخ كانجال في المرة الأولى في شهر مارس الماضي، والتي تم من خلالها ضرب أهداف حساسة وهامة في أوكرانيا. وعندما أطلق بوتين تصريحاته عن هذا السلاح، قال أن الصاروخ سارمات ليست له حدود عندما يتعلق الأمر بالمدى، بالإضافة لأن صاروخ الشيطان يمكنه إصابة أهداف من خلال عبور القطب الشمالي وكذلك القطب الجنوبي، وهو ما يدل على قدرته الساحقة والمدمرة. كما صرح بوتين قائلا: هذا حقا سلاح فريد من نوعه، سوف يعزز القدرة العسكرية لقواتنا المسلحة، وسيضمن أمن روسيا في مواجهة التهديدات الخارجية، وسيدفع أولئك الذين يحاولون تهديد بلدنا بخطاب متفلت وعدواني إلى التفكير مرتين، في تهديد صريح أمني لأي دولة قد تفكر مجرد التفكير في توجيه أي ضربة للكريملين. وأشار بوتين مؤكدا أنه تم استخدام مكونات وأجزاء من الصناعة الوطنية حصريا وفي تطور عسكري لافت على واقع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي باتت على أبواب شهرها الثالث. ويرى الخبراء أن إطلاق هذا الصاروخ الروسي يندرج كحلقة أخرى في سياق أجواء سباقات التسلح واستعراضات القوة التي زادتها الحرب الروسية الأوكرانية سخونة وحدة.